لا طبعا لا ما ينفعش، اللي في ناس ده يعني اكل عيشها الحاجه دي، في ناس ممكن بتتقفل بسبب لو حصل الكلام ده. هو قرار يعني صحيح لكورونا وكده للفيروس، ولازم الناس يعني تهتم بالموضوع دوت وتشوف ان الحاجه الصح تعملها، ان هو كل الارشادات اللي هي بتيجي في التلفزيون عن طريق الاعلام المفروض اي شخص ينفذها. بصراحه الحاجه اللي عملتها الدوله بتدل على ان هم خايفين على الشعب، خايفين على الطلبه والابناء بالنسبه لتاجيل الدراسه، وغلق المحلات برضو من ضمن الطرق اللي هي بتحمي المواطنين، يعني حاجات كويسه وطرق كويسه لحمايه الناس من اي عدوى. يعني خدت الاجراءات الصح، خايفه على البلد بطريقه علمية إلى حد ما، وقف المطارات، وقف التجمعات، منع الشيش، صراحة قرارات سليمة ومية في المية، وحابب نعمل كده في بقية القرارات التانية اللي هتخصها في أي فيروس أي مشكلة، نتصرف بعقلانية وبالعلم. نكبة لا بأس بيها في هلع وفي خوف، وربما يكون من المرات القليلة اللي بيحصل فيها awareness، public awareness إذا صدق التعبير، اللي هو خلينا أترجمها وعي عام، شيء من الوعي العام. بالنسبة القرارات صائبة جدا يعني، وفي صالح الشعب، ياريت الشعب يعمل كده وإذا أنه حريص ويقعد في البيت، إن دي حاجة ليه هو، يعني حاجة ليه هو الأول قبل ما تكون للدولة، إن كل واحد يحافظ على نفسه ويحافظ على بيته وولاده. القرارات بتاعت المدارس دي مظبوطة، بتاعت المولات مظبوطه، بس في حاجه ضرت الناس اللي هي القطاع الخاص، اللي هو القطاع الخاص ان هو مثلا بيشتغل يوم بيومه، فصاحب القطاع الخاص مش هيديله حاجه، فبيقعد في البيت، ففي ضرر على الناس اللي هي بتاعت القطاع الخاص اللي هي شغاله. يعني مثلا في ناس شغاله في مولات ومعايا واصحابي كلهم قعدوا عشان الكافيهات قفلت، فدول هيصرفوا منين؟ ان دول اصلا مش موظفين حكومه، فاي دوله بره عملت نظام معين للناس دي يبقى في اتجاه ان يقولوا لهم تعملوا ايه؟ اغسل ايدك لو بتتوضى وتصلي، كل ده نظافه شخصيه، حاول تحافظ على نفسك.